أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج لوين رايحين على شاشة تلفزيون فلسطين. برغم مشت البرد بهالأسبوع إلا أنه الفعاليات الممتعة ما وقفت. خلينا نشوف سوا بعض الفعاليات اللي صارت الأسبوع اللي فات. حكينا بالحلقة السابقة عن ورشة أشغال يدوية وتعليمية لفن التسويق والبيع والشراء، فحبينا نيجي لنشوف إبداع الأطفال المشاركين بهالورشة. كنت مفكر انه بدي ارسم اشي يكون فيه الوان واحساس، انه بدي اشي فاضي يكون الرسمة بس انه هيك شغلة واحدة. انا حبيت اسوي باك جراوند انه ملون. بلشت بعدها بدي اسوي يعني وجه هيك، بدي احط فيها احساس شوي اكتر. بعد ما حطيت الاحساس فيها حطيت هيك عليها اضافات عشان يكون انه الرسم اللي فيه الرسمة انه تكون احلى. إذا كنتم من المهتمين بالخضروات والفواكه العضوية 100% من دون أي كيماويات أو مواد حافظة، ما إلكم إلا تتوجهوا لسوق عدل كل يوم 3 في مركز خليل السكاكيني. من هالسوق بإمكانكم تشتروا المنتجات الطازة من المزارعين مباشرة. السوق مليان منتجات غنية ومفيدة مثل زيت الزيتون، خلل، مربى وعسل، ألبان وبقوليات، تمر وزعتر بلدي ومفتول وغيرهم من منتجات الخضروات والفواكه الموسمية. سوق عدل هو سوق ضمن يعني أحد نشاطات مؤسسة عدل. مؤسسة عدل طبعا هي مؤسسة غير ربحية تقوم بتسويق منتجات الأسر الفقيرة والمهمشة بكل الضفة الغربية، وتقوم بتوفير غذاء صحي وآمن للأسر الفلسطينية بعيداً عن الكيماويات والهرمونات والمواد المسرطنة. طبعاً سوق الثلاثاء هو أحد أنشطة سوق عدل بالإضافة لسوق السبت في مدينة بيت جالة والمعرض الأسبوعي الدائم في قلنديا. في هاللقاء اللي نظمه منتدى الخبرات في رام الله تعرف المهتمين أكثر على مؤسسة سوا، وهي مؤسسة فلسطينية بتوفر الدعم والإرشاد لضحايا العنف. اليوم احنا عم نستضيف مؤسسة سوا اللي هي بتعنى بالحماية، والهدف من النشاط عندنا اليوم هو تعريف أعضاء المنتدى حول أهمية الحماية وكيف ممكن التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي لا حذف أي صور غير لائقة ممكن أي حدا ينشر لنا إياها. سواء موقع اتفاقية مع فيسبوك ومع مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي اللي ممكن يساعدوا بالتواصل معهم بإلغاء وعمل بلوك على أي صورة الواحد ممكن تنتشر له تكون غير لائقة. فعاليات كتير ممتعة بانتظاركم هذا الأسبوع، تعالوا نتعرف عليها لنشوف الناس لوين رايحين. في نابلس هذا الأسبوع ما تفوتوا عرض جوكة بنات نابلس وتريو أوتار في مدرسة سيرك فلسطين يوم الاثنين، لتستمتعوا بالموسيقى العربية الأصيلة والأغاني الملتزمة وعزف الكمان. بنات نابلس هي فرقة مقدسية أسسها معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في نابلس لتشكيل مساحة داعمة ورافعة للطاقات النسائية الشابة في المعهد وفي المدينة. عنا الأسبوع الجاي حفل للمعهد الوطني للموسيقى اللي هو من ضمن النشاطات اللي بيسويها المعهد السنوية، اللي هو راح يكون في جوقة بنات نابلس وتريو أوتار الكلمنجات والسترينجز. فراح يكون يوم الاثنين الموافق 21/1 الساعة 5 في مسرح السيرك الصغير في مدينة نابلس. فبشرفنا وجودكم وأهلا وسهلا. استوديو العلوم في رام الله هو الأول من نوعه في فلسطين. هو مساحة لتصميم وتصنيع المعروضات العلمية التفاعلية اللي بتساعد الكبار والصغار يتعلموا عن طريق تجارب علمية من خلال التفاعل معها. وفي استوديو العلوم رح يكون افتتاح برنامج البحث والتطوير التربوي لمؤسسة عبد المحسن قطان.
في عندنا فعاليات أطلقناها من بداية السنة. الأسبوع الجاي عندنا مساق للمعلمين في أريحة بموضوع الرئيسي حول العلوم وتطوير المعروضات العلمية. كمان الأسبوع خاصة الأسبوع القادم في 24/1 وفي 26 وفي 31 فتحنا البرنامج والاستوديو للجمهور، عائلات، أطفال، أهليهم مع الأطفال مع العائلات بيجربوا العلوم بأشكال مختلفة، عن الضوء، عن الصوت، وكمان في برنامج صغير عن الأنيميشن بيقدروا يصنعوا فيها الأفلام المتحركة. وفي بيت لحم رح يقدم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى عرض لمجموعة نوى للموسيقى العربية بعنوان حبايب يوم الجمعة على خشبة مسرح مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية للثقافة والاقتصاد. واحد من أهداف البرنامج، برنامج هنا القدس الرئيسي يعني في مؤسسة نوى، هو تثبيت هذه الإنتاجات في عاقلة وأذهان ووجدان هذا الجيل والأجيال القادمة، وبالتالي يسعدنا مشاركة أكبر عدد ممكن من الجمهور في عرض بيت لحم يوم الجمعة في 25/1. سنكون سعداء باستمتاع الجمهور بهذه المؤلفات، وهي غاية في الجمال والروعة. يوم الأحد الساعة 5 في متحف ياسر عرفات رح يتم افتتاح معرض بعنوان اغتيال، وهو عن الشهداء من مثقفي الثورة. هاي المجموعة اللي احنا بصددها قام بالمشاركة بهذا المعرض 15 فنان فلسطيني، وربما لأول مرة هنا بشارك 15 فنان فلسطيني من كافة الأراضي الفلسطينية بالمشاركة في معرض واحد في موضوع واحد. ونظراً لأهمية هذا الموضوع في تقديم ووفاء لهؤلاء المجموعة المتميزة من مثقفي الشعب الفلسطيني، ويعني بعض الأمثلة من هذه المجموعة، نحكي عن غسان كنفاني، نحكي عن كمال ناصر، نحكي عن نعيم خضر، عز الدين القلق، محمود الهمشري، عصام السرطاوي، هاني جوهرية، علي فودة، نحكي عن 15 مثقف وفنان وكاتب وأكاديمي، حنا ميخائيل، حنا ناصر، حنا مقبل. هاي المجموعة الآن إحنا من بوفاء لها من نظم هذا المعرض اللي راح يستمر على مدى 6 أشهر من ابتداء من يوم الأحد القادم، هو بمناسبة 20 الشهر، الساعة 5 هو الافتتاح سيكون، وسيستمر على مدى 6 أشهر حتى منتصف جون أو حزيران القادم. الفنان الفلسطيني مهدي برغيتي هو فنان بصري تتميز أعماله بالتنوع من حيث المواد والشكل. بإمكانكم تتعرفوا عليه وعلى أعماله من خلال معرض زلمة اللي رح يتم افتتاحه في زاوية جاليري يوم السبت. جاليري زاوية تأسس سنة 2013 بشهر 12، صرنا 5 سنين هون شغالين. فعلياً إحنا بنعمل معارض دورية، معارض لفنانين فلسطينيين كل فترة تقريباً، عندنا بالسنة حوالي 8 ل 10 معارض. هذا في رام الله في موقعنا هون بالبيرة بالبلوع. برضو كمان في عندنا معارض خارج فلسطين بالسنة، في بنعمل مرات بدبي، بأبوظبي، ببيروت، لأنه منحاول نروج ونوصل الفن الفلسطيني مش بس للفلسطينية اللي بيقدروا يشوفوه بأي يوم هون. برضو كمان في جمهور عالمي وجمهور فلسطيني متواجد في بلدان تانية. عندنا المعارض اللي جاي، عندنا معرض شخصي لفنان اسمه مهدي برغيتي. مهدي خلص تعليم من الأكاديمية هون في رام الله، وبعدين تعلم كمان، كمل تعليمه بفرنسا فتخرج من باريس. رح يكون معرضه الشخصي الأول في عندنا في الجاليري، رح يكون ب 26/1 شهر 1/2019.
ما وقف زهران جغب عند ترميم بيت أجداده بإيده لأكثر من 10 سنين، واستقبال المهتمين والسياح لحتى يحافظ على التراث الفلسطيني. زهران كمان عم بينظم مسارات أسبوعية على محمية عين ترافيديا، وهاي دعوة منه للمشاركة والتعرف على المحمية الغنية بالتنوع الحيوي والموروث الثقافي والبيئي. في عندي جولات أسبوعية مبدئياً كل يوم أحد، اللي هي بننزل فيها على المنطقة بنتعرف عليها وبنمشي في مسارين، في مسار ربع ساعة اللي هو المسار القصير، وفي مسار اللي هو تقريبا ساعتين اللي هو بيجي من منطقة عين كينيا لترفيديا، أو المسار القصير اللي هو من عند مدرسة الرواد للمنطقة اللي عملنا فيها المزرعة. فالمنطقة كتير مهمة، ونأمل إنه يكون في زيارات يومية بالمستقبل القريب، بس بالوقت الحالي بنعمل زيارة أسبوعية يوم الأحد. مع نهاية حلقتنا لليوم بتمنى نكون ساعدناكم تقرروا لوين رايحين هالأسبوع. ما تنسوا تتابعونا أعزائي المشاهدين لحتى ما تفوتكم فعاليات الأسبوعية المفيدة والمتنوعة.